ما زلنا نتحاور ونتباحث مع المختصين والسياسيين وأصحاب الشأن في قانون الانتخابات العراقي الجديد الذي أقره مجلس النواب. نستمع إلى أحاديث كثيرة ونقرأ ونتابع أنه هنالك من يشكل لديه اعتراضات على هذا القانون، البعض منهم ينطلق من خلفية سياسية وآخر من خلفية قانونية، والآخر ينطلق من الخوف مما شاهده من المراحل السابقة، لأننا أمام تحديات ومخاضات صعبة وعسيرة، لأن هنالك انتفاضة وثورة وحركة تصحيحية موجودة في الشارع العراقي الملتهب في أكثر من 10 محافظات عراقية، شعارها وهدفها أنها تريد وطن، وشعار نريد وطن بمعنى نريد قوانين تعيد لهذا الوطن هيبته وتعيد إنتاج الشخصيات الوطنية التي تنتمي انتماء حقيقيا لجراحات ومعاناة الناس. وبالتالي فإن هذه المرحلة تكتب فيها هذه القوانين وبالدماء ستصحح هذه المسارات الخاطئة، ولكن التلدغة حية بيده يخاف من جرة الحبل. لذلك عندما نفتح مثل هذه المواضيع للوقوف على المكامن الخلل والعلل التي تعتريها، فأننا نبغي أن نكون بمستوى المسؤولية الحقيقية، لأنه لا نريد غدا أن نندم بأننا لم نقول أو لم يبقى أحدا لا يعرف. نريد الكل يعرف ويشترك بما فيهم السياسيون، ونريد أن نصف النوايا ونخلق نوايا حقيقية بأننا نعمل باتجاهات بناء عراق جديد تحكمه القوانين ولا يحكمه الأشخاص ولا يحكمه السلاح المنفلت ولا يحكمه المال السياسي الفاسد، لأننا قد جربنا هذا الأسلوب وجربنا هذه المهاترات وجربنا التحكم بالسلطة وجربنا بناء السلطة وجربنا الارتماء بأحضان الأجنبي وجربنا كيف أننا نغادر هذا البلد وأهله وطموحاتهم ومعاناتهم وننفذ أجندات لهذا البلد أو ذاك. هذه المرحلة يجب أن نضعها في سلة القمامة هي وأهلها، ونبدأ في بناء مراحل جديدة يحكمها القانون وتحكمها الأنظمة ويكتون الدستور وثيقة سامية يحترمها الجميع. لا نريد لمرحلة كل رئيس لديه دستور ولديه جماعات ولديه أصحاب ولديه حزب ويكون الدستور مظلة يحتمون بها حينما يتضايقون وعندما يتنفسون يرمون بهذه الدساتير عرض الحائط ولا يحترمونها. ولدينا في هذا أمثلة كثيرة. في هذه الحلقة سوف نناقش المناطق الرخوة في قانون الانتخابات الجديد.